فعلا الاستعدادات حاليا دابا حنا في الاسبوع الثالث ديال الفتره ديال الاستعدادات. الاستعدادات غاديه في امور جيده، العناصر ديال الفريق كلها كاينه، كلها كتشارك، يعني كلها حاضره من اول حصه تدريبيه. يعني هذا دال على ان المجموعه مستعده للموسم الرياضي القادم. الى لاحظتي اننا عندنا ملعب ديال التدريب وعندنا ملعب ديال المباريات، يعني هاد الحويجات هادو حتى هما كيساعدوا الفريق، لان ملي يكون عندك ملعب ديال التدريب يعني كيكون ديالك، كتستغلو في اي وقت ديالك وفي اي ظروف كما بغيتي، وهذا جانب ايجابي عند الفريق ديالنا. وهادو من الحويجات اللي غادي يعطونا واحد الدعم، واحد السند قوي باش نسيروا الموسم المقبل ان شاء الله. والاجواء بالنسبه للاستعداد ديال الفريق الراسينغ البيضاوي فانها تدور في اجواء رائعه واجواء جيده جدا، لان الفريق بدا مبكرا، وتنظن ان الفريق هذا العام هذا غادي يلعب باش يلعب على الادوار الطلائعيه في البطولات القسم الثاني. وكيف عودنا فريق راسينغ البيضاوي فانه كل سنه يقوم باستعدادات جيده، هذا كل شيء. ولحد الان فالاستعدادات مازال جاريه، وبالنسبه لتنقيب اللاعبين فمازال الوقت، باقي واحد المده ديال شهر باش انك تعزز الترسانه ديال فريق راسينغ البيضاوي، وكل شيء جائز.